سؤال يعني ممكن تسألوني، وأي مكان تحسون نفسكم ما فاهمي ممكن أرجع أشرح لكم على الباوربوينت بشكل مباشر. أوكي، وإذا الصوت عندكم أيضا مو مناسب للتسجيل أيضا علموني. اليوم راح ناخذ المحاضرة الخامسة من ضمن محاضرات البايوكيمستري، ومثل ما تعرفون المحاضرة السابقة تناولنا فيها موضوع الأحماض الأمينية الأمينو أسيد، وأخذنا تعريفها وتركيبها وموضوع الكلاسيفيكيشن مالها التصنيف وبعض الأشياء اللي تخص صفاتها الأولية وأهميتها. الآن راح نتناول موضوع الفيزيكال اند كيميكال بروبرتيز اوف امينو اسيد. الفيزيكال اند كيميكال بروبرتيز اوف امينو اسيد، the amino acid differ in their physicochemical properties which determine the characteristic of a protein. مثل ما قلنا سابقا بأن الأحماض الأمينية تتشابه في موضوع الجهة الأمينية، موجود فيها جهة أمينية، مو صحيح طلاب؟ وفيها ما يسمى بالكربون ألفا، وبها مجموعة الكربوكسيل. فإذا هي هذا الجزئين وهذا الاتش هنا أنا موجود. إذا هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء الفوق كلهم متشابهات. وين الاختلاف؟ الاختلاف فقط في الار جروب. إذا الأحماض الأمينية تختلف في الار جروب. إذا من نقول تختلف في الار جروب، معناتها معظم الفيزيكال بروبرتيز عن كيميكال بروبرتيز جايه من هذا المجموعه، وهي اللي على اساسها تسوي الاختلافات بين الاحماض الامينيه، والاختلافات بين الاحماض الامينيه تسوي لي الاختلاف بالبروتين، خواص البروتين. الان راح ناخذ الفيزيكال بروبرتيز اللي تخص الاحماض الامينيه. All amino acids are colorless and crystalline solids. يعني شنو معناتها؟ معناتها كل الأحماض الأمينية لو ذوبت في المحاليل ما راح تعطي لا لون، زين؟ وعندما تكون غير ذائبة هي من النوع crystalline solid، يعني من النوع الصلبة والبلورية. All amino acid have high melting point greater than 200 centigrade. يعني شنو؟ كل الأحماض الأمينية لها درجة أو نقطة انصهار هي أكبر من 200. يعني الأحماض الأمينية إذا تعرضت إلى درجات حرارة أقل من 200 ما راح يصير بها انصهار. كل الأحماض الأمينية تنصهر بدرجة حرارة 200 صعودا. ممكن بعض الأحماض الأمينية الأروماتية توصل إلى 300 درجة مئوية. بالنسبة للسولابيلتي الذائبية مالتها، they are soluble in water. إذن كل الأحماض الأمينية هي ذائبة في الماء، لكن slightly soluble in الكحول. إذن بالكحول ذوبانية قليلة، وبعض من هذه الأحماض الأمينية الدسولف مالها يكون difficult، كل الصعب، in ميثانول إيثانول بروبانول. إذن بالكحولات صورة عامة هي slightly soluble، لكن هناك بعض انواع الكحولات اللي هي الميثانول والايثانول والبروبانول كلش من الصعوبه ان تصير عمليه اذابه. كل الاحماض الامينيه مثل ما قلنا سابقا تمتلك ار جروب مختلف، فما دام هي تمتلك ار جروب مختلف اذا عمليه اذابتها تعتمد على من؟ على الار جروب الدرجه الاساس، وبعد على شنو؟ على البي اتش اوف سولفنت. إذا لو سئلتوا أنتم في امتحان شنو العوامل المؤثرة على ذائبية الأحماض الأمينية؟ راح تقولون الآر جروب، الاختلاف بالآر جروب، والاختلاف في بي اتش السولفنت، وهو اللي يلعب دور أساسي في عملية شنو؟ الإذابة. On heating to high temperature they decompose.
لو سخنا الأحماض الأمينية لدرجات عالية راح يصير لها عملية شنو؟ تفكك decompose. except glycine، كل الأحماض الأمينية باستثناء الجلايسين are optical activity أو active، يعني شنو؟ تمتلك قابلية انحراف الضوء نحو اليمين أو اليسار، يعني عندها شنو؟ من النوع الـ L والـ D، أكو L أمينو أسيد وأكو D أمينو أسيد، وهذا السبب شنو؟ يعود إلى وجود present of the asymmetric ألفا كربون أتومز. أعتقد بعض هذه المعلومات إحنا أخذناها في المحاضرة السابقة. النقطة السادسة بالphysical properties هو البيبتايد بوند فورميشن. الأمينو أسيدز كان كونكت وذ بيبتايد بوند. الأحماض الأمينية فيما بينها ترتبط عن طريق آصرة تسمى بالآصرة البيبتيدية. هذه الآصرة البيبتيدية لو أحسألكم على ماذا تعتمد تكون البيبتايد بوند؟ تعتمد على شغلتين. أول شيء لازم عندي أمينو جروب، ولازم عندي شنو؟ كاربوكسيل جروب. إذا عندي أمينو جروب في الحامض الأميني وعندي كاربوكسيل جروب في حامض أميني آخر، راح يصير عملية ارتباط عن طريق تكوين أواصر تساهمية بين الألفا أمينو جروب لأحد الأحماض الأمينية والألفا كاربوكسيل جروب للحامض الأميني الثاني. أحد عنده استفسار على هاي؟ زين. البيبتايد بوند ار بلانير اند بارشلي ايونيك، يعني شنو معناته؟ هاي الآصرة البيبتيدية اللي تتكون بين الأحماض الأمينية تكون من النوع المستوية، يعني ليست متعرجة الآصرة أو ملتوية، وفي الغالب تكون هي متأينة جزئيا، بها تأين جزئي، يعني الآصرة مو متأينة كلية وإنما جزئيا، جزء من عندها متأين. زين. الـ understanding this physical properties include charge and solubility. إذن فهم لهذه الخواص يعتمد بالدرجة الأساسة على الشحنة والذائبية. الآن إذا ما عندكم سؤال على موضوع الـ physical properties ننتقل للـ chemical properties. الآن راح ناخذ الـ chemical properties. طلاب الـ chemical properties حقيقة أعداد كبيرة جدا، هناك من الخواص الكيميائية. احنا راح نركز فقط على أربعة من هذه الصفات الكيميائية. الأول اللي هو الانفوتيرية أو ما يسوى بالانفوتيري ريجيم، اللي هي الأسيد بيس بروبرتيز. يعني شنو انفوتيريك سبستنس؟ يعني المادة متى تصبح انفوتيرية؟ المادة تصبح انفوتيرية إذا acts as acid when base added to it. يعني شنو؟ هاي أول خطوة. إذن المادة تصبح انفوتيرية إذا عملت كحامض عندما يضاف لها قاعدة. يعني إذا أنا عندي بيكر وحاط به حامض أميني معين، إذا ضفت له قاعدة راح يسلك سلوك الحامض ويعادل لي القاعدة. أو بالعكس، إذا أنا عندي أمينو أسيد وضفت له حامض هالمرة، راح يسلك سلوك شنو؟ القاعدة ويعادل لي الحامض. إذا أما هو حامض وإذا ضفنا له قاعدة يعادلها، أو هو قاعدة وإذا ضفنا له حامض يعادلها. هاي منين جاية يا طلاب الصفة؟ إذا تتذكرون إحنا قلنا الأحماض الأمينية بها جزئين، اللي هنا فانكشن جروب غير الآر، بها جزء أميني هذا دائما يستقبل شنو؟ البروتون، وبها جزء كاربوكسيلي يفقد بروتون. لو أنا عندي يعني جزء أميني ويستقبل بروتون، إيش راح يسحب لي من السليوشن؟ هذا الرسم الجول جاي شوفوه طلاب، اللي هو كاتب هنا أسيد وكاتب هنا بيس. الأسيد يقصد على هاي المجموعة الكاربوكسيلية اللي هي شنو؟ مانحة للهيدروجين، ويقصد البيس اللي هي هاي المجموعة اللي عندها قابلية تكتسب بروتون. إذا هو الحامض الأميني بطرفين، الطرفين موجودات. في بعض الأحيان لو كان وضع ك
مكتسب للهيدروجين راح يكون شنو؟ راح يكون يعمل يعادل ايونات الحامض المضافه اليه. لو كان هو موجود قاعده وراح يمنحني بروتون من مجموعه الهيدروكسيد راح يعمل حامض يعادل لي القاعده. ف هاي المعادله طلاب توضح لي شلون جاي يشتغل الامفوتيريك سبستنس. زين الان الامفوتيريك سبستنس اوف امينو اسيد ار ديو تو، باعوا طلاب ار ديو تو يعني سبب وجود البيسك جروب، هاي المجموعه اللي هي المجموعه القاعديه في الحامض، في الحامض الاميني، وكذلك وجود المجموعه الحامضيه في كل من الاحماض الامينيه. اذا ما الى ماذا يعود صفه الامفوتيريه؟ الى وجود مجموعتين، وحده مجموعه قاعديه اللي هي الان اتش 2، وحده مجموعه حامضيه اللي هي سي دبل بو دبل او اتش. زين الزوتر ايون اور دايبولر ايون فورميشن اعتقد احنا اخذناها بالمحاضره الماضيه مو طلاب، وقلنا الزوتر ايون هو عندما يكون المركب يحمل شحنات متساويه من البوزيتيف اند نيجاتيف، يعني لازم عنده شنو؟ مجموعه الامين مشحونه ومجموعه الكربوكسيل مشحونه، وفي هاي الحاله راح تكون النيت شارج مالته صفر، فيكون زوتر ايون او ما يسمى بالداي بولر ايون. وايضا اخذنا قلنا عندما يكون الحامض مرتفع يعني البي اتش يكون قليل، الامينو اسيد راح يكتسب شحنه موجبه، هذا شرحناه بالمحاضره الماضيه، وفي هذه الحاله راح يكون هذا المركب كاتيوني، يسمى سامعين طلاب بالمركبات الكاتيونيه والانيونيه. من نقول مركب كاتيوني يعني الفاينل شارج مالته موجب، عندما نقول انيونيك كومباوند مركبات انيونيه مع المركبات حامله للشحنه شنو؟ السالبه نيجاتيفلي شارج. زين هذه الصفه ايش نستفاد من عندها طلاب؟ نستفاد من عندها بالاتي، بان ما دام كل حامض اميني يختلف في مجموعه الار عن الحامض الاخير الباقي ويشابه في باقي الاشياء، يشابه في المجموعه الامينيه والكربوكسيليه والاتش والالفا كربون، اذا راح يصير لكل حامض اميني راح يصير له بي اتش خاص به هو يسمى بالبي اتش اللي يمنحه الزوتر ايون. فمثال على ذلك مثلا الليوسين عندما يوضع في محلول البي اتش مالته 6 راسا يعطيني زوتر ايون. زين باقي الاحماض الامينيه طلاب كلها بالسته تتوقعون وليش؟ طلاب عندكم جواب على هذا السؤال لو نستمر المحاضرة؟ مو كل الأحماض الأمينية لها نفس الحالة. أي صحيح زينة. زين شنو السبب؟ أحد يعرف؟ أي اختلاف المجموعة R. عافية عليك. لأن ما دام كلها مشابهة فقط R مختلفة، والآر مختلفة تتأين تبعا للبي اتش، فالبي اي يكون مختلف. اوكي. زين. فلذلك هذا النوع من الاحماض الامينيه بالزوتر ايون راح يملك بوث بوزيتيف اند نيجاتيف تشارج اللي موجوده بالزوتر ايون. The form of amino acid that carrying equal number اكيد طبعا احنا مثل ما قلنا سابقا بهاي الحاله راح يحمل اعداد متساويه من البلس اند ماينس تشارج. زين وراح يسمى بالالكتريكال نيوترال محايد كهربائيا، راح يصير عنده تعادل كهربائي. والزوتر ايون هو عباره عن دبل ايون وين بوث ان اتش 3 اند سي او اتش ار ايونايزد، اكيد في حالة الزوتر ايون تكون كل من المجموعتين متأينة. الطلاب هاي الأشياء اللي جاي أقولها قد تجيكم معظمها فراغات،
يعني انا اتمنى مو بعدين اقول اجي فراغ يقول طالب دكتور انت ما شرحت لنا عليه. يعني من اقول في حاله سويتر ايون كل من مجموعه الامين والكاربوكسيل زين راح شنو ار، واحد يقول لي لا دكتور انت ما قلت لنا بين راح تتاين. كل هاي الاشياء اللي جاي يشوفوها اللي هي عباره عن ملاحظات ممكن تجي فراغات اور ترو اند فولس. ايضا اي حامض اميني يوضع بالمي راسا مجاميع الكاربوكسيل والامين تروح undergo ionization in water تتعين بالمي. اذا بمجرد وضع الاحماض الامينيه في المياه يحصل لها تعين وتفقد الايونات مالها البروتونات سواء الاتش او تكتسب الاتش وتصبح متعينه. استنادا لكل هذا اللي قلناه يعتبر المجموعه الكربوكسيليه هي عباره عن مجموعه واهبه دونر للبروتون، بينما المجموعه الامينيه تعتبر اكسبتر للالكترونات متقبل الالكترونات وتتحول الى بلس. ات ايزو الكتريك بوينت، شنو ايزو الكتريك بوينت طلاب؟ احد يعرف؟ تعرفون طلاب ولا لا؟ شنو دكتور؟ احد يعرف شنو معنى ايزو الكتريك بوينت؟ ما تعرفون؟ اوكي استمعوا للجواب. الايزو الكتريك بوينت هي نقطة التعادل الكهربائي يرمز لها بالبي اي. وهاي نقطة التعادل الكهربائي عندما تكون عدد الشحنات الموجبة والسالبة متساوية، فالمركب في هذه الحالة لو عندنا مجال كهربائي، يعني لو عندنا يعني عملية ترحيل للأمينو أسيد من الكاثود إلى الأنود أو بالعكس من القطب الموجب إلى السالب، راح تتوقف عن الحركة بسبب وجود نقطة التعادل الكهربائي. الايزو الكتريك بوينت هي سبيسيفيك لكل حامض أميني، كل حامض أميني يملك ايزو الكتريك بوينت خاصة به، وهذه الخاصية عادة ما تستعمل لأغراض عملية إنتاج الأحماض الأمينية أو فصل الأحماض الأمينية عن بعضها بالاعتماد على الايزو الكتريك بوينت. الايزو الكتريك بوينت تعريفها هي عبارة is the pH، هو عبارة عن الـ pH of solution at which the net charge of amino acid becomes zero. يعني شنو؟ لو اني ضفت الامينو اسيد في محلول البي اتش مالته، البي اتش مالته يمنحني الامينو اسيد يعني نيت تشارج شحنه نهائيه مقدارها صفر، فهذا البي اتش يسمى شنو؟ بالبي اي، نقطه التعادل. ليش نقول هيجي؟ لان طلاب اني عندما يعني عدد الشحنات الموجبه والسالبه متساويه وانا جاي يعني افصل المركبات في مجال كهربائي في وجود بي اتش يصيحوا له يعني بي اتش متدرج، كل حامض اميني راح يتوقف عن الحركه عندما يوصل للبي اتش اللي هو يمنحه الزوتر ايون او ما يسمى ب زيرو نيت تشارج. فاذا الاي بي نقطة التعادل الكهربائي هو النقطة أو درجة البي اتش الحامض الأميني إذا ما وضع فيها راح ياخذ شحنة نهائية مقدارها صفر، وبهيج حالة راح لا يتحرك باتجاه الكاثود ولا باتجاه الأنود ويصبح عديم الشحنة. يعني لا تأثر عليه القطب الموجب ولا يأثر عليه القطب السالب. هذا الامينو اسيد عاده السطح مالته عنده حالتين، عندما يكون في البي اي مالته بعض الطلاب، عندما يكون الامينو اسيد بالبي اي مالته يعني نفس المقدار مال البي اي مالته، ايش راح يكون السطح مالته؟ السطح مالته يكون متعادل، لان شنو؟ بعدد الشحنات الموجبه
يساوي السالبة. إذا كان above أعلى، يعني لو جينا وضعنا حامض أميني في سطح الحامض الأميني راح يكون مشحون بشحنة شنو؟ سالبة. ولو وضعناه في pH أقل راح يكون في شنو؟ في شحنة موجبة. تذكرون أخذنا بالمحاضرة السابقة من قلنا الحامض أميني لو وضعناه في pH منخفض إيش راح يصير؟ راح يصير positively charged. ولو وضعناه في حامض في pH عالي جدا الكلاين راح يكون negatively charged. ولو خليناه في متعادل، كلمة المتعادل معناته هو قريب من الـ pI مالته، راح يكون شنو؟ النيت شارج مالته زيرو. زين، هذا الـ pH اللي يمنحني الجزيئة بشكل زويتر آيون عادة ما يصنع مركب، يعمل على تكوين مركب يحمل شحنة متعادلة كهربائيا. يعني شنو متعادلة كهربائيا؟ يعني عدد الشحنات السالبة يساوي الموجبة. إذن الـ pI ضروري لعمليات فصل الأحماض الأمينية والتمييز بينها، وكذلك لمعرفة مصير أو حركة هذا الحامض الأميني لو وضع في مجال كهربائي. زين، الصفة الرابعة والأخيرة اللي هي decarboxylation. هاي العبارة دي اللي احنا نستعملها حتى عربيا، نقول لواحد روح شو نقول له؟ يقول يعني الحيوان، عفوا يعني سوري، يقول له دي مو او شباب يشاقون بيناتهم. الدي هي عملية طرد، يعني هو احنا حقيقة نفهمها بان هي مهينة او بس هي انجليزيا ما بيها. انا من اللي اطرد اي شغلة اقول له دي. فاي كلام اي كلام، يعني اذا تلاحظون قبل كم سلايد قلنا باعوا طلاب، هذا جاي نقوله، هذا باعوا كلمة كومبوز، يعني شنو؟ يعني مكون. من حطيت له دي كومبوز يعني تفليش او تحطيم المكون، يعني مكوناته تتحطم، يعني تطرد. اذا كلمة دي اي شيء دي معناتها طرد. فأنا من اقول دي كاربوكسيليشن، الكاربوكسيليشن هي عملية شنو؟ تكوين الكاربوكسيل اللي هو COOH. من اضيف لها دي معناتها طرد هذا الكاربوكسيل جروب. فاذا الاحماض الامينية ممكن واحدة من خواصها ان يحصل عملية طرد لمجموعة الكاربوكسيل اللي هي تقع في الجهة اليمنى من الحامض الاميني. هذا الطرد للديكاربوكسيليشن للمجموعة الكاربوكسيل راح يكون لي كورسبوندينج امينيز. اذا سامعين بالامينات، مادة تسمى بالامينات اللي هي عادة واحدة من طرق انتاجها هو بأن تنتج من الأحماض الأمينية عن طريق عملية الديكاربوكسيليشن. ومثال عليها لو أنا عندي الهستيدين، هذا الهستيدين ممكن أنتج من عنده الهستامين، والتايروسين ممكن أنتج من عنده التايرمين. فإذا هي وحدة من طرق إنتاج الأمينات باستخدام ما يسمى بصفة الديكاربوكسيليشن. زين طلاب، لحد هنا انتهى موضوع الأمينو أسيد، خلصنا أي شيء يخص الأمينو أسيد. والآن احنا إذا ما عندكم أي سؤال فيما يخص المحاضرة السابقة على الأمينو أسيد أو اللي قلناه الآن، ننتقل لموضوع جديد اللي هو البيبتايد. ما عندكم شيء؟ أوكي. البيبتايد طلاب هو عبارة عن أي حامضين أمينين يرتبطون مع بعضهم صعودا يسمى بالبيبتايد. فعندي دايبيبتايد، يعني اثنين من الأحماض الأمينية يرتبطون، وعندي تراي، وعندي تترا،
وعندي اوليجو وعندي بولي. الان راح ناخذها بالسلايد الجاي، لكن كفكره اساسيه هو اي حامض اميني يرتبط مع حامض اميني اخر خرج من خانه الاحماض الامينيه ودخل في خانه البيبتايدز. اذن البيبتايد از ديفايند از ذا لينير تشين. ليش نسميه لينير تشين؟ لان ما عندي بيبتايد متفرع، كل البيبتايد هو عباره عن شنو؟ عباره عن سلسله خطيه. That is composed of amino acid residue. هو يتكون من فضلات من الاحماض الامينيه. ليش يسميها ريسيديو؟ لان اني راح يرتبط، من يرتبط حامض اميني مع حامض اميني راح يفقد جزء من مكوناته، فبعد ما اقول عليه يتكون من وحدات من الاحماض الامينيه، وانما نقول من بقايا او فضلات الاحماض الامينيه اللي هي لينكد through peptide bonds. إذا ترتبط مع بعضها عن طريق آصرة بيبتيدية. الآصرة البيبتيدية كيف تتكون طلاب؟ تتكون الآصرة البيبتيدية مثل ما شرحت لكم إياها قبل شوية. لازم عندي حامض أميني عنده مجموعة كاربوكسيل من نوع ألفا، وحامض أميني آخر عنده مجموعة أمين من النوع الألفا. هذول اثنيناتهم يرتبطون مع بعضهم بعملية ما يسمى بالبوليمرايزيشن البلمرة لتكوين الآصرة البيبتيدية. إذا عندي لازم يتوفر عندي حامض أميني بألفا كاربوكسيل جروب، وعندي حامض أميني آخر بألفا أمينا جروب بوجود عملية البوليمرايزيشن على مود يعطوني شنو البيبتايد بوند. هذه طريقة بسيطة لشرح تكون البيبتايد بوند. طلاب هسه هذا، هاي مجموعه الكاربوكسيل هي هاي، ضعوها طلاب جاي يشوفوها، هاي اللي انا هسه يعني رسمتها، جاي يشوفوها اللي هاي من نريد نكتبها بالكتابه نكتبها سي او او اتش، مو صحيح طلاب؟ نكتبها بالطريقه هاي، الطريقة مالته باعوا، هاي الطريقة مالته COOH. إذا هاي مجموعة الكاربوكسيل اللي من نوع ألفا، هاي طلاب اللي أنا جاي أشر عليها الآن. مجموعة الألفا أمين هي هاي طلاب، باعوها اللي هي هاي بالضبط، هاي الألفا. أوكي؟ هاي الألفا. إذا عندي حامض أميني طلاب، حامض أميني أولي بمجموعة كاربوكسيل من نوع الألفا، وعندي حامض أميني آخر يجي بعده عنده مجموعة أمين من نوع شنو؟ الألفا. من نقول ألفا يعني يرتبط بذرة الكربون، ذرة الكربون الأولى المرتبطة بها شنو؟ مجموعة الكاربوكسيل، لأن مجموعة الكاربوكسيل إذا ترتبط بالأول تسمى ألفا، إذا ارتبطت بالثاني هاي ايش راح تسمى؟ هاي تسمى بيتا، اذا ارتبطت بالثالث هاي راح تسمى جاما. اوكي وصلت الفكره؟ زين هسه مثل ما قلت لكم هاي مجموعه الالفا كاربوكسيل وهاي مجموعه الالفا امين، من راح يرتبطون بيناتهم راح تكون عندي شنو؟ تتكون عندي اصره شنو هي؟ بيبتيديه. هاي هي هاي اللي جاي اشير لكم عليها، هي هاي الاصره البيبتيديه البين السي والان، بين هذا السي وبين الان تكونت عندي آصرة بيبتيدية. شوفوا طلاب الحامض الاميني بوحده شو اسمه؟ اسمه الينين. الحامض الثاني بوحده اسمه جلايسين. عندما يرتبطون مع بعض الاسم يتغير. الحامض الاميني الاول يسمى الينيل، يضاف له شنو؟ واي ال. الحامض الثاني النهائي يسمى نفسه جلايسين. اذا اي حوامض امينيه ترتبط مع بعضها تتغير تسميتها تبعا لتسميه شنو؟ مكوناتها من الاحماض الامينيه، وبعد شويه راح ناخذ تسمياتها. هذا مثال اخر لعمليه تكوين العصره البيبتيديه. باعوا طلاب هاي مجموعه الكاربوكسيل زين واللي يسمى من نوع الالفا، وهاي مجموعه شنو؟ الامين من النوع الالفا.
ترتبط مع بعضها لتعطيني هاي الآصرة الببتيدية. لكن أي آصرة ببتيدية من ترتبط راح شو تكون عندي؟ تكون عندي نهايتين. النهاية الأولى هاي طلاب تسمى بشنو؟ بالان تيرمينال. والنهاية الثانية تسمى بالسي تيرمينال. يعني شنو ان تيرمينال وسي تيرمينال؟ باع طلاب هسه هذا بيبتايد، هذا جاي يشوفونه، هذا عبارة عن بيبتايد. هاي الطرف سوري باع طلاب هذا الطرف، هذا الطرف يسمى بالان تيرمينال، هذا الطرف يسمى بالسي تيرمينال. يعني اني هذا يسمى ان تيرمينال وهذا يسمى شنو؟ بالسي تيرمينال. يعني اذا كل بيبتايد، كل بيبتايد سواء كان ثنائي ثلاثي رباعي اوليغو بولي بنهايتين. النهايه الاولى البدايه مالتها هي وين؟ بال الجهة اليسار عندما تكون مجموعة الأمين وتسمى بيش؟ تسمى بالان تيرمينال. والنهاية الثانية تكون في نهاية البيبتايد تسمى بالسي تيرمينال واللي هي هاي. أنا هسه لو عندي بيبتايد متكون من 10 أحماض أمينية، 10 أحماض أمينية، تخيلوا عندي بيبتايد متكون من 10، من 1 إلى 10، ايش راح يصير عندي؟ الان الان تيرمينال راح تكون هنا في الحامض الامين الاول اللي هي مجموعه الامين، ومجموعه الكاربوكسيل في الحامض الامين رقم 10 تسمى بالسي تيرمينال. هذني الجزئين مهمات جدا. تعرفون ليش مهمات؟ لان ذني دائما يكون من النوع البولر، دائما بالمحاليل يكون قطبيات، فهن لسهلة من عملية تكوين الأواصر سواء كانت التساهمية أو الهيدروجينية مع المحاليل. زين. الآن طلاب مثل ما هسه شرحت لكم كل بيبتايد أو بروتين أو إنزيم يحتوي على نهايتين، الأن تيرمينال اللي هي البداية والسي تيرمينال النهائية. الأول الأنتيرمينال تسمى 1-3 أمينو أسيد. إذا عندي أمينو أسيد حر باعوا طلاب، هذا أمينو أسيد حر. هسه هذا كله هذا باعوا كله هو عبارة عن بيبتايد. إيش بي بهاي الأنتيرمينال هاي اللي أنا جاي أشر عليها الآن، وبهاي السي تيرمينال باعوهن اثنيناتهن بولر، اثنيناتهن مشحونات. زين هذني الجزئين يكون كلش مهمات لأن يكون المشحونات وعدهن قابلية أن يتفاعلن ويكون الأواصر هيدروجينية مع المحاليل أو السولفنات اللي يتواجدون بها. الآن راح نأخذ الكاركترستيك أو بيبتايد بوند، ما هي خواص أو صفات الآصرة البيبتيدية. البيبتايد بوند are strong are not broken by condition that denaturate protein such as heating. يعني شنو؟ هاي الآصرة البيبتيدية تكون مقاومة للمسخ، يعني التفكك أو التحطيم إذا تعرضت إلى ظروف يعني قاسية مثل الحرارة أو الحوامض والقواعد البسيطة أو المتعادلة. لكن التعرض لفترة طويلة prolonged exposure to strong acid، إذا تعرضت لفترة طويلة إلى حامض قوي أو قاعدة قوية ويا وجود حرارة مرتفعة راح تسوي هيدروليسيس إلها، إذا تنكسر الآصرة البيبتيدية. كذلك هذه الآصرة البيبتيدية هي نون إنزيمكلي زين لتجاه الإنزيمات. إذا تتذكرون بالكربوهيدرات كنا من ناخذ السكريات نقول مثلا عندي سكروز عندي انزيم يحطم السكروز، اذا عندي مالتوز عندي انزيم يحطم المالتوز، واذا عندي ستارش اكو انزيم يحطم. هنا الآصرة البيبتيدية موجوده لكن ضئيله جدا وتشتغل بشكل سبيسيفيك الى ابعد الحدود. زين
النقطة الأخرى, the peptide bond has partially double bond character. يعني شنو؟ يعني رغم أن الأصل الفيبتيدية ليست مزدوجة مع, يعني إذا طلاب يشوفون هذا هي تسمى بأصل single bond. الأصل المزدوجة تصير شنو؟ ثنائية. وأكو أصل ثلاثية, مو صحيح؟ الأصل الفيبتيدية رغم أنها single لكن عندها بعض صفات الأصلة شنو؟ المزدوجة. ليش؟ لأنها it is shorter than single bond. المسافة طلاب بين بعض, المسافة بين البيبتايد بوند والحامض الأمين الأول والحامض الأمين الثاني اللي هي هاي تكون قصيرة, ومو بس قصيرة, قصيرة وصلبة ومستوية. فتلاحظون من الصفات الأخرى إلها بأن تكون هذه الآصرة قوية ومستوية. نتيجة لهذه الصفات الثلاثة. زين طلاب, طلاب باعوا علي, احنا مو قلنا بأن هي short than single bond, هاي واحدة من الصفات, وهي صلبة وهي مستوية. إذا ذني ثلاث صفات, إذا شيء قصير, يعني أنا عندي خيط قصير وصلب ومستوي, تتوقعوا يفتر يلتوي؟ اذا ما دام هو عنده هذه الصفات, اذا يمنع عمليه التواء الاصره البيبتيديه. اذا لو احنا جبنا لكم بالامتحان او قلنا لكم ما هو سبب عدم قدره الجزيئات البيبتيديه من الالتواء, الصفات مالته بان هذا سبب واحد اثنين ثلاثة. وصلت الفكرة طلاب؟ زين. لكن رغم هاي الجاي نتكلم عليه, لكن الأصل الببتيدية هي مو الوحيدة موجودة بالببتايد. يعني لو نرجع بعض طلاب هسه, هذني عبارة عن تو أمينو أسيد ارتبطن مع بعضهم, عدة هاي أصل ببتيدية لكن عدة أواصر أخرى أصرة بين الكربون, الكربوكسيل والكربون, هاي عدة أصرة. زين, بين الكربونيل والألفا كربون, وعدة هاي أصرة أيضا. شوفوا طلاب, فذني الأصرتين, ذني الأصرتين يكون المرنات, هاي المرونة تمنحها, ذني الأواصر باعوا طلاب, هاي الأواصر تمنحها حرية الدوران. لذلك ممكن البيبتايد بوند ياخذ اشكال مختلفه لعده بسبب تواجد شنو؟ مو الاصل الفيبتيديه. يعني لو سالناكم قلنا لكم المركبات الفيبتيديه او الجزيئات الفيبتيديه ممكن ان تتخذ اشكال متعدده, الكونفيجريشن مالتها متعدد, شنو السبب يعود؟ تقولون يعود الى وجود الالفا اكو اصله بين الالفا كربون and alpha amine or alpha carbonyl group. اذا اكو بين هذني وذني, اما الالفا او الكربونيل هي اللي تعطي شنو؟ freely rotate. اوكي زين, الان ناخذ nomenclature of peptide and polypeptide, ناخذ تسميتها لهذه البيبتايدات, واعتقد انا اعطيتكم اياها يعني اثناء الكلام. الان هذه هي التسميه مالتها طلاب. إذا كان عندي 2 أمينو أسيد يسمى داي, 3 تراي, 4 تترا, فيو أمينو أسيد أوليغو, من 10 إلى 50 يسمى بولي بيبتايد, وأكثر يسمى بروتين. هذه تعاريف, وأعتقد كنا عرفناها, الريسيديو الأوليغو بيبتايد والبيبتايد والبروتين. الريسيديو هو عبارة عن أحماض أمينية موجودة بالأوليغو أو بالبوليبيبتايد أو البروتين. الأوليغو هو عبارة عن أحماض أمينية فيو أمينو أسيد من 10 إلى 20, والبولي هي عبارة عن لونج بوليمر متكونة من يعني 10 إلى 50, وعندنا اللونجر بوليمر اللي هي البوليبيبتايد اللي مثل ما قلنا تكون كبيرة من 10 إلى 50 أمينو أسيد, وعندنا البروتين اللي هو
هذا اللي يعني شرحناه سابقا. لو انا عندي خمس احماض امينيه مرتبطه مع بعضها راح يشوفون عندي اواصر ببتيديه بيناتها، فهذه هي تسميتها. انا عندي جلايسين يتحول الى جلايسيل، عندي لايسين يتحول الى شنو؟ لايسيل. طلاب باقي يعني السلايدات هي عبارة عن أسئلة على المحاضرة، يعني موجودة هي وأجوبتها مفهومة، ما أعتقد يعني تحتاجون أن تنشرح. أحد عنده شيء على يعني على المحاضرة يحب يسأل؟ نعم دكتور. نعم. بس من نجي مثلا يصير أثر ببتيدية، مجموعة كاربوكسيل وحدة تتكسر لو من الطرفين تتكسر؟ يعني قصدك من تتكون الآصرة البيبتيدية؟ أي يعني هن مو مادتين، يعني مادة تتكسر منها ومادة ينأخذ بس ال H لا، تصير سالب وموجب. مجموعة الكاربوكسيل للحامض الأميني الأول تفقد بروتون، يعني تصير سي دبل بوند أو. زين، بدون البروتون الاس ها؟ يعني من العنصر الاول بس زي او او، ومن العنصر أيه. الثاني بس الاتش، مو بس تفقد ايضا بروتون اخر. السبب ليش صارت دبل بوند؟ يعني لان الكربون رباعي التكافؤ والنيتروجين ثلاثي. فاذا تلاحظون الكربون متصل من جهه بالنيتروجين ومتصل من جهه اخرى من هيدروجين واعد من العفو من الكربون اللي هي نوع الفا، ومن الاعلى متصل باصره مزدوجه ويا الاكسجين، فصار عنده اربع اواصر مكون. بينما الجزء الامين النيتروجين هو ثلاثي التكافؤ، فعنده ارتباط ويا الالفا مالته مال الحامض الاميني، وارتباط ويا الاصره الفيبتيديه، ويبقى له مكان واحد يرتبط به هيدروجين. اوكي. اوكي. طلاب عيني، الآن أنا أخذت يعني أخذت الحضور والغياب مالتكم لهذا اليوم، بس على عفو دكتور. نعم. ثلاثة إن شاء الله امتحان حضور بالجامعة. شنو؟ ثلاثة امتحان حضور بالجامعة. هذا الطلاب، هذا الموضوع يمكم، يعني انتم شو تريدون؟ انا وياكم، عليكم انتم ان تبلغوني شو تريدون، واني يعني ارتب لكم الامور. لحد الان يعني اللي وصلني خبر من اكثر من واحد من عندكم عن طريق التليجرام بان اجلتوا الامتحان من هذا الاسبوع بسبب الاحتفاليه للثلاثاء القادم، فانتم الخيار لكم. تريدون الثلاثاء القادم بلغوني فقط قبل يوم، قولوا لي يعني اوكي هل قد راح امتحن مسائي وهل قد صباحي، فقط على مود من اسحب النسخ مال الاسئله على قدكم. اوكي. ترى الوقت ويا الصباح نمتحن لو بعدنا المسائي. افضل تمتحنون مع بعض يعني بعد الساعه 12، يعني خلينا نقول بعد الوقت اللي يخلصون هم به المختبرات وانتم بعدكم موادين. ويا ريت مثلا حسين الممثل مالكم يتفق ويا ابو المسائي، يقول له مثلا بيه ساعه تخلصون المختبرات.